قبل ما اطلع الفاصل هقول لكم مفاجأة بقى. مفاجأة جامدة جدا. اتشال محمود عاشور. ودي فاكرين قصة محمود عاشور وماتش فاركو والاهلي والكلام ده؟ فاكرين القصة دي؟ فالازمة اتعملت و حصد بالاهلاوية دلوقتي. محمود عاشور على فكرة جاله جواب وكلاتنبرج حتى شاله من القائمة الدولية. فجي جواب لاتحاد الكورة ان هو دولي يكمل، لازم يكمل دولي لنهاية السنة. ففرض وخلاص هيكمل بقى لغاية السيزون كده، نهاية السيزون. ورجع محمود عاشور حكم دولي غصب عن أي حد بجواب من الاتحاد الدولي في الفار. ايه رأيك بقى؟ اه والله ده رسمي نظمي فهمي. هما شالوا ثلاثة، شالوا محمود عاشور بان واثنين من كرة الصالات حاجة كده، وحطوا مكانهم ناس جديدة. قال لك دول بقى لهم سنة على المعاش اللي هو 45 سنة، وده خلاص بقى له شهر ولا خلص، فشالوا. الاتحاد الدولي بعت الثلاثة. النقطة السلبية، لا 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 هيتجننوا، بس أنا بقول لكم ده اللي حصل. محمود عاشور دولي نظمي فهمي رسمي، ما فيهوش هزار. خلاص جه الجواب لاتحاد الكورة. والاتنين اللي اتشالوا كمان بتوع الصالات جالهم جواب ان هما دولي يكملوا دولي. الميزه في الموضوع ايه؟ يعني هو الخيبه في الموضوع ان انت شلتهم وحطيت وجوه جديده وانت عايز تجدد. سيبك بقى من خناقه محمود عاشور والاهلي والكلام ده، انما الميزه في الموضوع ان انت رفعت عدد الحكام الدوليين ثلاثه، فهيثبتوا من السنه الجايه في الفيفا. الاول كان ليك عدد انت ملتزم بيه غصب عنك، دلوقتي اصبحت انت ملتزم بالثلاثه اللي زادوا دول. الحمد لله الامور بقت اظبط وافضل. من السنه الجايه بقى هتشتغل ان انت عندك الثلاثه دول زياده في القائمه الدوليه. لكن محمود عاشور دولي، عشان بس اللي فاهم الاهلي والاهلاويه انه بطل وشاله وبتاع، يروح يقعد على جنب. مش هتكلم في التفاصيل.